السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وعملكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. يسعدني ويشرفني أن أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض، فما أحوج المسلمين الآن إلى فقه هذه المرحلة، إلى هذه الموضوعات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من غفلتنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. لا أقدم الآن هذه السلسلة هروبا من الواقع أبدا والله، وإنما أقدمها تصحيحا للواقع، لأن كثيرا من الناس يعيشون الآن في هذه الحياة الدنيا وهم يتوقعون أن الحياة ستنتهي بالموت. نسي كثير من الناس أنهم سيبعثون، نعم سيبعثون، وسيقفون بين يدي الحق تبارك وتعالى للسؤال عن كل ما فات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل جلاله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستتغير معالم الحياة تماما إذا انطلق الناس في كلامهم وأفعالهم وحركتهم وبنائهم وحبهم وبغضهم من هذا الأساس، من هذا الأساس، ألا وهو أنهم سيقرؤون هذا القول وهذا الفعل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، وسيحاسبون عليه، وسيسألون بين يدي الله تبارك وتعالى
عن الأقوال والأفعال وإن قلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو انطلق الناس من هذا الأساس لتغيرت صورة هذه الحياة التي يتعامل فيها الإنسان مع أخيه الإنسان بصورة وحشية. ربما تستحيي الوحوش الضارية أن تتعامل بها مع بعضها البعض في عالم الغابات. فكثير من الناس تناسى هذا اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الحق تبارك وتعالى. فأنا لا أقدم أحداث النهاية هروبا من واقعنا الذي نعيشه بمشاكله وأزماته وجراحه وآلامه، وإنما أقدم أحداث النهاية لأوقظ نفسي وإخواني وأخواتي، لأذكر نفسي وإخواني وأخواتي، لنصحح الحياة، لنصحح الأقوال والأفعال والأحوال والنيات، ليعلم الجميع أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم، تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، أحداث النهاية تبدأ بالموت وتنتهي إن شاء الله جل وعلا بالجنة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم جميعا أيها الفضلاء أيتها الفاضلات، أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحياة تمضي مسرعة، الحياة تمضي مسرعة، ومعظم أهلها في غفلة عما هو آت إلا من رحم رب الأرض والسماوات. الحياة تمضي مسرعة، يا سبحان الله، لو عدت إلى الوراء قليلا لقلت رمضان الماضي أستشعر أنه كان في الشهر الفائت فقط. اليوم لو عدت إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع الماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة. الحياة تمضي مسرعة والأعمار تجري والأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وبعدها
سأقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحياة تمضي مسرعة، ومعظم أهلها في غفلة عما هو آت. مثلهم كمثل أمواج البحر المتدفقة المتلاطمة، كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة وموجة وموجة. مثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنهار والبحار والمحيطات. أنت تنظر إلى الماء، لكن اعلم أن الماء الذي وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تماما عن الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة، وأنت تصور أن الماء هو نفس الماء. لا، الماء يجري ويتغير، والحياة تجري وتتغير. أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع، نساء يلدن كل ساعة على وجه الأرض، وأناس يقبرون كل ساعة على وجه الأرض. أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع. وسيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الوجود الإنساني كله، وتنطفئ نجوم السماء، وتتوقف المياه، وتجف مياه العيون والآبار، وتتوقف المياه في الأنهار والمحيطات والبحار، ليقوم الجميع بعد ذلك للوقوف بين يدي العزيز الغفار. قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تغير كل شيء، وانتهى كل شيء في هذه الحياة الدنيا، وتوقف الوجود الإنساني كله. قف مع هذه اللحظة، فساعتك أنت أيها الحبيب اللبيب تبدأ فعلا بموتك، وساعتي تبدأ فعلا بموتي، وقيامتك تبدأ بموتك. ستنتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر، إلى عالم آخر يختلف تماما عن عالمك الذي تعيش فيه. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الغاية التي من أجلها خلقنا، وحقيقة الدنيا التي فيها وجدنا. خلي بالك معايا، أنا أخاطب عقلك وقلبك في آن، لن أركز على العاطفة فحسب، ولن أركز على العقل فحسب. فقد تعمدت أن تكون السلسلة مبنية على تأصيل علمي ومنهج تربوي وأسلوب دعوي لأخاطب قلبك وعقلك في آن واحد، لتتفكر في كل لفظة، لتتدبر في كل كلمة. أخاطبك بقلبي وكياني، فأشهد الله أنني أحبك في الله، وأرجو لك من الخير ما أرجوه لنفسي وولدي وأهلي، وأسأل الله أن يحيي قلبي وقلوبكم، وأن يملأ قلوبنا بحبه وجلاله وعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: لقد بين لنا ربنا جل وتعالى حقيقة الغاية التي من أجلها خلقنا، وبين لنا في الوقت ذاته حقيقة الدنيا التي فيها وجدنا. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي الغاية، هذه الغاية التي من أجلها
خلقت أنت وخلقت أنا، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، هذه هي الغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب والصحف وأرسل جميع الأنبياء والرسل. الكون كله خلق من أجل هذه الغاية، من أجل أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة، من أجل أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة، من أجل أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. تعرف على الغاية، أوعى تقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا، حاشا لله، المسلم يدري، المؤمن يدري، من عرف الله جل وعلا يدري أنه خلق، خلقه الحق سبحانه، وخلقه في الدنيا، وخلقه لغاية، بل وحدد له المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المؤمن يعلم أن الله خلقه، وأن الله أوجده في هذه الحياة الدنيا لهذه الغاية ألا وهي العبادة، وحدد له المصير الجنة أو النار. أعاذني الله وإياكم من النار، وجعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ورزقني وإياكم صحبة النبي المختار، إنه ولي ذلك وهو العزيز الغفار. إيه الغاية؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، أين أنا في هذه الحياة الدنيا؟ ما حقيقتها؟ قال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والمراد بالكفار هنا الزراع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا الله، والله تعيش كده مع الآية تاني وتالت، وفكر في القرآن وتدبر القرآن. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الربانيين. انظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التي جعلها الحق تبارك وتعالى لنا محط ابتلاء وامتحان واختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للاختبار والامتحان، للتمحيص. فأنت هنا في بوتقة اختبار، وفي دار ابتلاء وامتحان. الشر فتنة، الخير فتنة، ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فتنة، ابتلاء وامتحان واختبار. فالدنيا دار اختبار وليست دار قرار، والدنيا دار ممر وليست دار مقر. إنما الليل والنهار إلى الجنة طريق، الدنيا طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومزرعة إما أن تحصد ثمارا
تكون سبيلا لك إلى الجنة أو إلى النار. أعاذني الله وإياك من النار. قال الله سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويبين لنا حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا فيقول في رواية جميلة رقراقة في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال المصطفى الصادق: لو كانت الدنيا، طب تصور الدنيا بكل ما فيها من زخارف وبهرجة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شايف الدنيا هينة أدي على الله عز وجل؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا للكافر وللمؤمن كل يأخذ منها بقدر أخذه بالأسباب. يعني لا تتصور أن الكافر لو زرع أرضا، والأرض هنا في الدنيا، لو زرع أرضا حرثها وزرعها ورواها واعتنى بها، لا تتصور أن الأرض لن تعطي للكافر الثمر بدعوى أنه كفر بالله جل وعلا الذي خلق الأرض وخلق الثمر، لا. ولا تتصور أن المؤمن الموحد بالله جل وعلا لو بذر البذر في الأرض دون أن يحرث الأرض ودون أن يرعاها ودون أن يروي البذر أو الثمر، لا تتصور أنها ستعطيه الثمر لأنه مؤمن بالله. الله خلق الكون وخلق الأرض وأودع الكون الأسباب والقوانين والنواميس، وهو رب الكافر والمؤمن على السواء، يرزق الكافر ويرزق المؤمن، بل لو أخذ الكافر بالأسباب لأخذ ثمرة الأخذ بالأسباب، ولو عطل المؤمن الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب شيئا على الإطلاق. فحقيقة التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. لا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبا لا باطنا ولا بجوارحك يعني ولا ظاهرة. فالدنيا هينة على الله سبحانه، لا تساوي عند الله جناح ذبابة. ولما علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها وفي الآخرة تجنى الثمار. تأتاني والله الكلمتين دول، أقول لما علم الفطناء، جعلني الله وإياكم منهم، لما علم الفطناء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها وفي الآخرة تجنى الثمار. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء. اسمع مني الكلمات دي تاني، ما أجملها وأروعها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، نهرا أو بحرا، جعلوها لجة ماء، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ليعبروا بهذه السفن، بسفن الأعمال الصالحة، وسط هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن
فتن الشهوات والشبهات ليعبروا بهذه الأعمال الصالحة إلى جنة رب الأرض والسماوات. الدنيا إخواني ويا أخوات الفضليات الطاهرات ليست مذمومة على الإطلاق، وهذا من التأصيل العلمي الذي أود أن أركز عليه، لأنني أخاطب جميع العقول بجميع مستوياتها، وأسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى. أقول الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، يعني ما فيش ذم للدنيا في القرآن وفي السنة لذات الدنيا إطلاقا، لا لزمانها ألا وهو الليل والنهار، ولا لمكانها ألا وهي الأرض أو ألا وهو الأرض، ولا لخيراتها وما أودع الله سبحانه وتعالى الدنيا من نعيم إطلاقا إطلاقا. الذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا ليس إلى زمانها، وهو الليل والنهار، كيف؟ وهو القائل جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار آيتان من آيات العزيز الغفار، والليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون. فالليل آية من آيات الحق تبارك وتعالى، وآية لهم الليل آية نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى التي تستحق التفكر والتدبر. والأرض آية أخرى من آيات الله عز وجل، وآية لهم الأرض آية من آيات الله، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الآيات، فالأرض من آيات الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه من رزقه وإليه النشور. الجبال، الأنهار، البحار، الأشجار، الثمار، الخيرات، كلها نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله، أما للذم الوارد في القرآن في شأن الدنيا ما موضعه؟ تدبر معي. الذم الوارد في القرآن والسنة في حق الدنيا إنما هو منصب فقط على كل ما يرتكب في الدنيا من معصية لا ترضي الحق سبحانه وتعالى. إنما الليل آية، النهار آية، النعم آية، البحار، الأشجار، الثمار، كلها آيات للعزيز الغفار، كلها آيات كريمة تستحق منا التدبر والشكر. إنما الذم على كل معصية ترتكب في الدنيا بدءا من الشرك بالله وهو أخطر المعاصي وأكبر المعاصي، إلى أقل معصية، إلى أن تلقي حجرا على الطريق يعوق حركة الناس، أو حتى أن تلقي مخلفاتك وأنت في سيارتك الخاصة مع أهلك وأولادك في الطريق العام، لا يجوز ولا يليق. ولا شك أن المعاصي متفاوتة، فهناك كبائر وهناك صغائر، كما أننا نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الدين أصولا وأركانا وسننا إلى غير ذلك. فكل ما يرتكب في الدنيا من معصية لله سبحانه، من معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينصب حينئذ الذم الوارد في القرآن والسنة عليها، على المعاصي، على الذنوب. أما الدنيا في زمانها، في مكانها وهو الأرض، في خيراتها ونعمها،
لا ينسحب الذم أبدا على هذا، فهذا من آيات الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. لذلك يقول علي رضي الله عن علي وعن آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تدبر هذا الفهم الراقي يا سلام، يقول علي رضي الله عنه، لأنني يعني أرى بعض أحبابنا حين يتكلمون عن الدنيا يتحدثون عن الدنيا بطريقة تشعر الآخرين بالتقصير أو بالخجل، فترى الإنسان إن تكلم عن الدنيا ربما بصورة تجعل من يستمع له يضع رأسه هكذا ويطأطئ الرأس وكأنه قد ارتكب شيئا محرما. لا، أنت في الدنيا ما عليك فقط إلا أن تجتنب ما حرم الله سبحانه واستمتع بما أحل الله عز وجل لك كيفما شئت. المهم، المهم ألا تعصي الله تبارك وتعالى، وإن عصيت وزلت قدمك لبشريتك فما عليك إلا أن تجدد الأوبة والتوبة، وأنت على يقين بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. اسمع لعلي رضي الله عنه يا الله، يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها. الله، عبارة عالية جدا جدا. الدنيا دار صدق لمن صدقها. اصدق أنت مع ربك في هذه المزرعة، احرث وازرع زرعا على منهج الله ورسوله، لا تزرع أي زرع، لا، ازرع زرعا على منهج الله ورسوله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله، واجني الثمار بين يدي العزيز الغفار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ارجع معي لعلي رضي الله عنه، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاه لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. يا الله يا الله، كلام غالي، عاوز تسمعه تاني؟ أكيد. استشعر حلاوة كل لفظة. وما أدراك ما علي؟ فهو الخطيب المفوه والبليغ المؤثر الذي كانت تخرج الكلمات من بين شفتيه كأنها النور، وتهتز لكلماته أعواد المنابر، بل تهتز لكلماته الأرض، ويزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى عليا هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علي رضي الله عنه، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاه لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله. هنا نزل الوحي، نزل الوحي في الدنيا، نزل الوحي من السماء على رسول الله في الدنيا في الأرض. يا له من شرف ويا لها من كرامة أن تشهد الأرض وحي السماء، وأن يربط رسول الله وإخوانه من النبيين والمرسلين الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ألا وهي صلة الوحي، كرامة كبيرة. يقول فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، صلى في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، اللهم اجعلنا منهم، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الله، ما أنت لن تحصل الجنة في الآخرة إلا إن غرست هنا في الدنيا، إلا إن عبرت هذه القنطرة ألا وهي الدنيا عبورا، إما أن يوصلك إلى جنات النعيم أو إلى الأخرى. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الأخرى.
نعم أيها الأفاضل، اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، رواية في غاية الرقة والجمال، يقول سيد الرجال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لا تاني الرواية دي: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تصور حضرتك ممكن تبقى في البيت وعندك مزرعة وأكل من هذه المزرعة إنسان أو طير التقط شيئا من مزرعتك أو بهيمة التقطت شيئا من مزرعتك. تصور أنك يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى ترى هذا في صحيفة حسناتك وأنت في بيتك لا تدري عنه أي شيء. انظر إلى حقيقة الدنيا. أنا أود أن أركز تماما على هذه الجزئية حتى لا تنظر إلى الدنيا نظرة خاطئة، بل ابدأ الحياة ولا تيأس ولا تقنط ولا تحزن، واعلم أنك هنا في أيام إن وظفتها توظيفا صحيحا لخيري الدين والدنيا فأنت في جنة، وأنت في هذه الحياة والله إن لم تدخل جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة، والله إن لم تدخل جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة. يا أخي المؤمن عيش في جنة، هنا في جنة والله، عيش في سعادة، عيش في رضا، يعلم تماما حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، ما عندوش تمزق داخلي، ما عندوش تشتت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي دي جنة الدنيا، هذه جنة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هي دي السعادة الحقيقية، الإيمان والعمل الصالح، عمل صالح للدين وللدنيا على السواء. جدد النية حتى وأنت في عملك الدنيوي، جدد النية لتؤجر عليه، جدد النية في أنك تعمل امتثالا لأمر الله ورسوله، وجدد النية لتحصل أجر الآخرة، ولن تحرم على الإطلاق ثمرة عملك في هذه الحياة الدنيا. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فتعرف على حقيقة الحياة الدنيا. إذا عرفت ذلك أيها الحبيب اللبيب فاعلم يقينا أن الحياة الدنيا محدودة بأجل. فتش عن حياتك أنت، لا تنظر إلى الحياة الدنيا من خلال نظرتك للأمم والقرون السابقة واللاحقة، لكن انظر إلى الحياة الدنيا لتتعرف على زمنها المحدود من خلال حياتك أنت. فحياتك الدنيا مدة بقائك في هذه الأرض، هذه حياتك، هذه مدة حياتك في هذه الدنيا في هذه الأرض. فالحياة على ظهر الأرض بالنسبة لك وبالنسبة لي موقوتة محدودة بأجل، وكذلك بالنسبة للحياة الدنيا وإن طالت فهي موقوتة محدودة بأجل، وستنتهي هذه الحياة الدنيا حتما بالنسبة بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة لي ولك. إن طالت فهي قصيرة، وإن عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر،
ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، فالحياة موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، ويموت المعتزون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، ويموت الشرفاء الحريصون على الحياة في عزة وكرامة، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهواتهم الحقيرة ونزواتهم الرخيصة. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. إنها الحقيقة الكبيرة، إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لطهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع وعقل كل أديب وكبير ومفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون، بل والعصاة والطائعون. إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها كل إنسان على وجه هذه الأرض وفي هذه الحياة. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل باك فسيبكى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. دع عنك ما قد فات في زمن السبى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه، وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال: نعم، أعرف أني عبد لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه
فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ يرحمك الله. قال: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. وسأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم العالم الزاهد العابد، وقال: يا أبا حازم، ما لنا عند الله؟ لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان بن عبد الملك: فما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عند الله جل وعلا. فقال: وأين أجد ذلك يا أبا حازم؟ قال: في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: أين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سليمان بن عبد الملك: فكيف العرض على الله تبارك وتعالى غدا؟ فقال أبو حازم: أما المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده. تدبر هذه الحقيقة، أعلم أنك تعرفها وأنا أعرفها، لكننا نغفل عنها، نتناساها، لا نذكرها إلا ربما ونحن نحمل جنازة، بل وربما يتغافل عنها بعض من يسيرون في الجنازة، فتراهم يتحدثون في أمر من أمور الدنيا وهم يرون الموت أمام عيونهم، بل ويحملونه على أكتافهم، وقد انشغلوا حتى في هذه اللحظات عن هذه الحقيقة التي ذكرنا بها رب الأرض والسماوات، وذكرنا بها نبينا عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، الموت له سكرات، له كروبات، حتى قال رسول رب الأرض والسماوات، والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة: كان يمد النبي يده في قدح به ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وتقول عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري وغيره: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، يعني ورأسه على صدرها، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، ولا أكره شدة الموت لأحد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الموت على الحبيب وقال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وآه ثم آه، لو وجدت شيطانا عند رأسك أعاذني الله وإياك من ذلك، يعرض عليك دينا آخر غير دين الإسلام في هذه الكروبات وفي هذه السكرات وفي هذه الغمرات، قد ترى شيطانا يجلس ليعرض عليك دينا آخر في
في هذا الوقت. وقد استدل بعض أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض الناس أثناء الموت بحديث في صحيح مسلم بصدر حديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحضر الشيطان أحدكم في كل شيء من شأنه. وقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية عرض الأديان على من يموت على وهو على فراش الموت، فقال كما في المجلد الرابع في الصفحة 55 بعد 200 من مجموع الفتاوى، قال: من الناس من تعرض عليه الأديان ومنهم من لا تعرض عليه الأديان، وهذا في الجملة من فتنة المحيا والممات التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعوذ بالله منها في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم أو من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تعرض عليك. قال عبد الله بن الإمام أحمد ابن إمام أهل السنة: حضرت وفاة أبي فسمعت أبي يقول: لا بعد لا بعد لا بعد. فلما أفاق قلت له: يا أبي ماذا تقول؟ قال: ماذا أقول يا ابني؟ قالت: تشير بيدك تقول لا بعد. قال: يا ولدي شيطان جالس بمحاذاة رأسي يقول لي: لقد فتني يا أحمد، وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت على الدين على التوحيد. إمام أهل السنة لحظة من أشد اللحظات، لحظات السكرات والكروبات، وجاءت سكرة الموت بالحق. هل تعلم ما هو الحق؟ الحق أنك تموت وأنا أموت والله حي لا يموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران رغم أنف المنكرين. جعلني الله وإياك من المؤمنين المصدقين لرب العالمين ولسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تهرب تجري تفر، تحيد إلى الطبيب تجري على الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير، يا أيها الكبير، ويا أيها الصغير، يا أيها الغني ويا أيها الفقير، يا أيها الصحيح ويا أيها المريض، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. انظر إليه لترى ضعفه في هذه اللحظات. قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وفتح السجل وفتح الملف وفتح الكتاب، وإذا به فلا صدق ولا صلى، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى أعرض، كذب بآيات الله وكذب بأحاديث رسول الله، ولكن كذب وتولى أعرض عن الحق وحاد عن الطريق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقيل من راق، أي
من يرقى بروحه إلى السماء؟ هل ترقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا رب سلم سلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الاستقامة، تتنزل عليهم ملائكة من الله جل وعلا، ملائكة التثبيت، الله أكبر، ملائكة التثبيت، يقول لك سبحان الله فلان كان على فراش الموت بيضحك وكان يكلم أناسا لا نراهم. إنه يرى ملائكة التثبيت. يا لها من لحظات. وربما يعاين ما أعده الله عز وجل له في جنات النعيم، نعم، في هذه اللحظات تحضر الملائكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي روى ابن ماجة وغيره بسنة حديث أبي هريرة، تحضر الملائكة أي تحضر عند الموت، وسأفصل ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، تحضر الملائكة. فإذا كان الرجل صالحا تقول الملائكة أي لروحه اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، خرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب اجعلنا من هؤلاء الأصفياء الأولياء الأتقياء. إن كانت الأخرى يقال لروحه أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تريدون وما تشتهون وما تطلبون نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. أرجو أن تتخيل أنت وأن تتخيلي أنت، تخيلوا أيها الأفاضل نزلا يهيئه لنا ربنا جل وعلا الكريم الحنان المنان، نزلا من غفور رحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ قال قتادة والضحاك وقيل من راق، أي نتعرف على هذه الكلمات في الحلقة القادمة إن شاء رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.